الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معلمينا الفاضلين، زملائي الطلبة، أسعد الله صباحكم بكل محبة وسرور. ليس هناك صباح مشرق إلا بسماع آيات القرآن الكريم ويتلوها عليكم الطالب ريان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من نعم الذي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة لكل أمة قائد، ونحن قائدنا وحبيبنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنستمع إلى حديث شريف وطالب صلاة. أنا من ترجع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني حبيبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم إذا أحب تعلم بصيام ثلاثة أيام وصلاة الضحى واللي على قبلك خمس. والآن ننتقل إلى بستان الحكمة لنخطف أجمل حكمة الطالب محمد وسيم. حكمة اليوم: لا تبقى على الماضي فتحزن، ولا تخاف من المستقبل فتفشل، بل اترك همومك وافرح وتوكل على ربك لتفلح. والآن مع فقرة سؤال وجواب الطالب ريان. السؤال الأول: من هو النبي الذي يسمى كريم الله؟ هو ايش؟ كريم الله امبارح سالناها. كريم الله مين كريم الله؟ حسين والله يحيى موسى سيدنا صح. موسى عليه الصلاه والسلام. السؤال الثاني: من الذي خدم مين الصحابي؟ عيد السؤال. محمد صلى الله عليه وسلم. مين؟ غلط. الصحابي بلال مشهور صح. عثمان بن عفان. يلا السؤال الثاني: من هم الخلفاء الراشدين؟ الخلفاء الراشدين ريال بكر الصديق وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب. وشكرا. والان مع شؤون المستقبل مع طالب صلاة. علماء المستقبل: العلم تعز الاوقات، يرفع ويزود الانسان، ويدوم بخير وامان يعلو العلم البنيان. انت الامر الواحد فينا، اجعل خير في ايدينا، سيروا سيروا للامجاد، للعلم بعزم الاستاذ. انتم علماء المستقبل، جيل الفجر الحر الاجمل، عقل وذكاء لا يغمل، ويد تبني ويد تعمل. العلم سؤال وجواب وقدام نقد وكتاب، وهو غذاء يا احباب، وشهد العطشان شراب. وشكرا. والآن مع فقرة هل تعلم الطالب يوسف؟ هل تعلم أن أول من كتب بالقلم من البشر هو النبي إدريس عليه السلام؟ هل تعلم أن الصحابي الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن الكريم هو زيد بن ثقل الحارث؟ الله المسدول هو الصحابي خالد بن الوليد؟ هل تعلم أن الكعبة المشرفة تم بناؤه على يد النبيين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام؟ تعال يا ولان بيستمع إلى جودك يبقي على مسامعك مقتربي. حبات النار البارود غنى، اطلب شباب يا وطن واتمنى، حبات النار من عزك يا طير، كمشة صغار ربيع الحصير، وهي صاروا كبار وما نسيوش جديره. من اللي ينسى فلسطين الجنة، حبات النار كرامة كرامة، فلسطين مع كل النشامة، قلوا فدائي مين؟ وين اللي يتعامى؟ فجر الحرية بالدماء. اللهم انصر أهل فلسطين. آمين. اللهم ثبت أمرهم. آمين. اللهم وفق صفوفهم. آمين. اللهم داوي جبهتهم. آمين. اللهم تقبل شهدائهم. آمين. اللهم ذل دبابات إسرائيل. آمين. اللهم آمين. الفطور إذا أتنا مدرسة قبلنا فتنمت بك سيارة معكم الصف السادس تحت إشراف المعلم الفاضل أحمد.